مشاهدي الأو تي في صباح الخير وأهلا بكم إلى حوار اليوم. على المستوى الإقليمي، الحدث الأبرز إعلان انهيار داعش في الموصل القديمة وسقوط جامع النوري الذي شهد الإطلالة الوحيدة لزعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي. أما محليا فسياسيون يرتكبون أخطاء قاتلة وجنود يستشهدون أو يصابون لتصحيح الأخطاء. إنها قصة لبنان أو مأساته منذ أزمة اللجوء الفلسطيني إلى كارثة اللجوء السوري، وبين فصولها أسماء وصور وتواريخ لا تعد أو تنسى، وآخر تجليات القصة المأساة ما حدث في الساعات الفائتة خلال دهم لأحد المخيمات في البقاع الشمالي. فيوم حذر رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشيل عون قبل أن يصبح رئيسا من التلكؤ في التعامل مع تدفق النازحين منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011 تحت عناوين راوحت بين الشعارات الإنسانية ونصرة الثورات التي تأكد لاحقا أنها وهمية، اتهم وتياره بالعنصرية وجال النواب الخصوم بحثا عن مكتب للقاعدة في عرسال. من تطورات الساعات الأخيرة في عرسال إلى الملف الإقليمي بتشعباته العراقية والسورية وحتى الخليجية، مرورا بظاهرة إطلاق نار الابتهاج التي تكررت أمس، مواضيع نتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور وفيق إبراهيم وعبر سلسلة من الاتصالات والمداخلات. دكتور إبراهيم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. قلت لنا عملت حادث صغير أدى إلى التأخير. نعم الحمد لله على السلامة مرة جديدة. مثل ما قلنا يعني اليوم الحدث الأساسي هو يلي حصل صباحا بعرسال. قبل ما نفوت معك بتفاصيل هذا الموضوع بقراءتك له، رح ننتقل مباشرة إلى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمير رحمة الموجود في بعلبك للاطلاع منه على آخر المعطيات بهذا الإطار. استاذ أمين صباح الخير. صباح الخير لك ولضيفك جاد. استاذ أمين، شو آخر المعطيات اللي توفرت عندك حول الذي حدث في الساعات الأخيرة بعرسال؟ يعني أنا علمت يقينا أن كان هناك معلومات وصلت من مديرية المخابرات للجيش، أعطتها لقيادة الجيش أنه في تحضير لأعمال إرهابية، تحضير أحزمة ناسفة وعبوات في مخيم من المخيمات في منطقة عرسال. فمديرية المخابرات أعطت قيادة الجيش أعطت أوامرها لوحدات المنتشرة في منطقتنا هنا في بعلبك والمجوكل والوحدات الموجودة هنا، وقامت بمداهمة، يعني عملت عملية استباقية، وأثناء المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار عليها. أي أولا تعرضت لإطلاق نار عليها هي وفايتة على بلدة عرسال. الإرهابيين أربعة منهم فجروا أنفسهم داخل المخيمات، يعني كان بتعتبر في مخيم هالخيمة بتفكرها بلاستيك، جوا بيكون في بناء نعم. ليقدروا يأمنوا الأحزمة الناسفة وليقدروا يعملوا تفجيرات متفجرات إلى آخره. هلأ الإصابات التي أصيب بها أعضاء أفراد من الجيش اللبناني هني بحدود العشرة، 10 جرحى، في 2 إصاباتهم شوي بالغة الله يشفيهم بسرعة والبقوي إصابات طفيفة، وفي 7 قتلى من الإرهابيين، 4 اللي فجروا نفسهم و4 غيرهم، وتم توقيف 100 شخص تقريبا مع عتاد مع أسلحة مع وعدد كبير، وعم يتكشف انه كانوا هودي عم بيحطروا حالهم ليعملوا عمليات بمدن كبيره في البقاع وفي داخل لبنان اينما كان. وهذه العمليه لا نستطيع بغض النظر عن السلوغان الدائم، ولكن هذا ضروري اقوله انا كنائب عن منطقتي وعن لبنان، انه نثمن عاليا لجهوزيه قياده الجيش اللبناني حيال هذه العمليه ولكل الوحدات التي بادرت وضربت ونجحت وفوتت على لبنان وعلى شعب اللبناني في داخل مدنه وفي داخل مناطقه كوارث كان ممكن تتأتى من التحضيرات اللي كانت عم بتقوم فيها هذه المجموعات الإرهابية. نعم استاذ اميل، هذا من الناحيه الميدانيه والامنيه والعسكريه. من الناحيه السياسيه، نحن بنعرف انه كل مأساة النازحين السوريين بلبنان كان سببها بالسابق وضع سياسي معين، اليوم اختلف. برايك كيف ستختلف سبل مواجهه هذه التحديات من الان فصاعدا؟ ليك جد مش شماته، من اول يوم نحن بتكتل التغيير والاصلاح مثل ما انت قلت مقدمتك رائعه جد، قال الجنرال عون وقال الوزير بسيل وقلناها نحن كلنا،
اتهمنا بالعنصرية، ولكن هذا الموضوع يجب أن ننكب إليه ونعالجه قبل أي موضوع آخر. كل أهم المواضيع المطروحة هلأ هي مواضيع مينيم كثير، يعني عادية أمام هذا الموضوع. أنا الأوان لهذه الأمور التي تتعلق بوجود الإنسان بحياته بمستقبله أنه ينحط له حد نهائي. إن هذه المخيمات أغلبيتها مخيمات موضوعة لا 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 لتمارس التبشيرات ولتمارس الإرهاب، مش يعني القصة الإنسانية انفقدت عنها نوعا ما. يعني بدي اسمح لنفسي أقول هذا الكلام، إن الشق الإنساني في هذه المخيمات سقط الشق الإنساني، وهذا لا يعني إنه نحن مش إنسانيين، نحن إنسانيين أكثر من غيرنا، ونحن المهجر واللي ما بده يتعاطى بالإرهاب هذا حبيبنا وخينا، وهذا ابن العالم العربي اللي نحن مستعدين نهتم فيه، ولكن حولوهم لمتريس يا حرام، الآدمي متريس واللي عم بيحضر تبشير، يعني صاروا يعني صارت القصة غير مقبولة وغير مضبوطة. إن وعي الجيش اللبناني، وعي مديرية المخابرات في الجيش، وعي القدرة وجهوزية الوحدات المنتشرة هنا فوت على لبنان كارثة يا جاد، كأننا نحن رايحين على كارثة شبيهة بالكوارث السابقة، كارثة محتمة كانت. لذلك يجب على مجلس الوزراء أنه يقعد جلسات مفتوحة حيال هذا الموضوع. هذا موضوع دخل إلى خانة الخطر الداهم على اللبنانيين، بطل موضوع بتتعاطى فيه وزارة الشؤون الاجتماعية لتشوف شو بدنا نجيب حليب من هون وشو بدنا نجيب سكر من هون، لا، هذا موضوع أهميته القصوى تستوي تحت قاعدة هذا إزالة الضرر عن اللبنانيين، جميع اللبنانيين. أهلنا بعرسال مهددين، أنا باللبوة عم بحكي هلا، اللبوة هلا بتلاقي إنه مثل مستنفرة حاضرة إنه شو عم بيصير حدنا. أنا هلا عم بحكيك جاد وأنا باللبوة، لأني جيت لشوف شو فيه طالع هيك على أبواب مدينتنا عرسال، يلي مدينة حبيبة نحن بنحبها وبنتمنى إنه نريح أهل الأوادم يلي أغلبيتهم أوادم، نريحهم بقى من هذا الموضوع. صار لازم حسم هذا الموضوع نهائيا، صرنا 4-5 سنين بنحكي بهذا الموضوع، لا يجوز بقى، لا يجوز. نعم، شكرا لك استاذ امير رحمي على هذه المداخله. رح نترك تبع الجوله بالبقاع الشمالي ورح نضل على تواصل معك طيله هذا النهار للاطلاع على اي جديد من خلال متابعتك. شكرا لك استاذ امير. دكتور وفي ابراهيم، اهلا وسهلا فيك من جديد. استمعنا الاستاذ امير رحمي، اعطينا صوره واضحه عن الوضع بالبقاع الشمالي وبمنطقه عرسال. قراءتك السريعه، يعني لماذا وصلنا الى هذا الوضع الذي يعني بفوت الجيش يعمل مداهمه انتحاريين بفجوا نفسهم فيه؟ يعني سببه تركه الإدارات السياسية السابقة حتى وصولا إلى حدود دعم. يعني مثلا كنا نشهد الزيارات التي كان يقوم بها يعني فريق 14 أذار بأمانته العامة، وكانوا يأخذون السكر والرز. فريق 14 أذار السابق. سابقا يعني كل هؤلاء استثمروا في هذه المخيمات، ما أدى إلى نمو حالة إرهابية قوية لا تزال موجودة. هذه الحالة الإرهابية لم تتعامل معها الدورة الماضية، تعاملت معها بإهمال واسترخاء وصولا إلى حدود التواطؤ. أنا أتكلم بشكل صريح ولا أتهم أحد، ودليل على ذلك أن هذه البلدة عرسال تم اجتياحها من قبل مجموعات إرهابية منذ 4-5 سنوات على الأقل، واستطاع الإرهابيون بالدعم المالي لقسم من أهالي هذه البلدة الوجهاء فيها، يعني من تقاطعات بإطار تنظيمات إسلامية بإطار تنظيمات إرهابية، ما شكلوا حالات ليس فقط في عرسال إنما على مستوى شمال اللبناني بعض أمكنة البقاع الأوسط والبقاع الغربي. ثانيا، الآن اختلف الوضع أن هناك إدارة جديدة تريد التعاون مع الإرهاب بشكل واضح، يعني الرئيس عون ومعه المجموعة السياسية الحالية يعني يقفون بشراسة ضد هذا الموضوع، خصوصا وأن هناك فرار إرهابي من العراق وسوريا. أنا متأكد ومعظم المراقبين متأكدون أنهم يأتون إلى لبنان بشكل أو بآخر، لأن هناك بيئات حاضرة واسعة وهم محميون حتى اليوم. لذلك آخر قرار اتخذ بالتعامل مع الإرهاب موضعيا في عرسال وجرودة، لأن هناك للأسف الشديد يعني موقف أمريكي يقول نعم لضرب الإرهاب، إنما كل أنواع الإرهاب يعتبر أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وداعش والنصرة وكل هؤلاء موجودون في جرودة عرسال، وعلى الدولة اللبنانية
أن تتعامل مع كل هؤلاء. يعني يصادف أن هذا المنطق إنما هو مقصود لعرقلة أي تقدم تجاه الجرود البعيدة. أنت تعرف مدى العلاقة بين جرود عرسان وجرود المناطق السورية القريبة منها الملأ بالإرهابيين مع هذه البلدة ومع بلدات أخرى. أنا كما قال الأستاذ رحمي أبرئ كل أهل عرسان، لكنني أقول أن هناك فئات متورطة من داخل عرسان وهم يعني نحو 100 شخص مثلا الحجيري. على كل حال أهل عرسان بطبيعة الحال يعني ما حدا عم يتهمهم بهذا الموضوع، ومن أبرز الأدلة مثلا أنا أقول لك تحول كان في وزير الدولة لشؤون رئيس الجمهورية بعرسان وزير بيير رفول، وكان طبعا هناك أحسن استقبال وإشادة بحضور الدولة بالمنطقة. كنا نتمنى لو بقي النزوح السوري في إطاره الإنساني، أما وقد تحول إلى مسألة تهديد الدولة اللبنانية واستمراريتها فإن هذا النزوح يتطلب معالجة أمنية حتى لو لم يقبل الأمريكيون. سبق وعطلوا نفس الموضوع في السابق. أنا أعتقد اليوم أن هناك إصرار أمريكي سعودي وتركي على التعامل مع عرسان يعني كما كان في الماضي، إلا أنني متأكد أن العهد الحالي لن يسمح يعني على أقل على مستوى يعني هذا الإرهاب الذي يهدد الكيان السياسي اللبناني. هذه المرة لم يعد التهديد فقط على المستوى الأمني، هناك تهديد للكيان السياسي اللبناني. هذا الكيان السياسي لا يحتمل هذا الضغط يعني من نزوح كبير. يعني هل عدد النازحين في لبنان من مختلف الأفرقاء يعني يزيد على عدد اللبنانيين؟ هذا الأمر ليس موجودا. تصور سويسرا عندما يبلغ عدد الأجانب 4% من السكان يعتبرونها أزمة وطنية. 4% من السكان، نحن عندنا نصف السكان اليوم. أهلا وسهلا بهم، إنما في إطار يعني واحد جاي حامل رشيش بده يقتلك، يعني ماذا تقول له؟ اليوم الإرهاب تطور أصبح أخطر مما كان عليه. هناك بضع مئات من الإرهاب العراقي والسوري استطاعوا التسلل إلى لبنان. أنا أؤمن بإمكانية اللبنانيين على مجابهة هذا الإرهاب، مؤمن. وتجربة عرسان أمس كانت يعني ساطعة. الجيش اللبناني جيش قادر، يلزمه يعني القرار السياسي. أنا أعتقد أن القرار السياسي قد بدأ يتشكل، ويتشكل باتجاه استئصال الإرهاب من كافة الأراضي اللبنانية. دكتور، شو اللي بيمنع انه يلي صار بالمخيم بعرسال انه يتكرر بعشرات المخيمات طبعا او التجمعات السوريه الموجوده بكل المناطق اللبنانيه؟ كل التجمعات السوريه، انا اتهم السوريين، اقول لك هؤلاء دخلوا مثلا في عمليه افقار للنازحين. الافقار يعني يؤدي الى انتظام هؤلاء النازحين في اي اطار ارهابي مقابل 300 دولار. لذلك نعم، هذا النزوح مخروق في الشمال، في البقاع الاوسط والغربي، وفي عرسال. والدليل على ذلك ما نشهده، لخمسة انتحاريين قتلوا طفلة، خمسة انتحاريين فجروا أنفسهم أمام الجيش اللبناني. كان يمكن أن يؤدي الأمر إلى كارثة. يلاحظ حجم هذا الإرهاب، إذا كان في خيمة واحدة خمسة إرهابيين فكيف الحال على مستوى لبنان؟ أنا أناشد حتى القوى اللبنانية التي لا تزال تستثمر بالإرهاب، أقول لها أن التاريخ يعانيها، وأقول لها أن مستقبلهم في لبنان سيء جدا إذا استمروا على هذه الحالة. وأنت تعرف مثلا المزايدات في العهد السابق، يعني المزايدات كنت تشهد وفود يعني يأخذون معهم مواد غذائية إلى من؟ إلى الإرهاب وليس للنازحين. لذلك هذا الأمر بات واضحا، علينا أن نكف عن اللعب بمصير الوطن. هذا مصير الوطن وليس مصير حزب سياسي أو نائب بيترشح على الانتخابات أو تحالفات انتخابية أو أرضاء للخليج أو لأي شيء. هذا يجب أن نتعامل معه بشدة العماد عون ورأفته. يعني هذا العهد يتسم بالشدة بالقوة، ويتسم نعم أيضا بالوعي وبالتعامل الإيجابي. دكتور، هناك سؤال بيتعلق حصرا بموضوع منطقة البقاع الشمالي. نعم. ويعني في مخيمات النازحين، ولكن هناك هذا المهرب اللي بدنا نسميه يعني منطقة تجمع المسلحين. نعم. اللي بعدها متواجدة بجرود عرسال. يعني اللبنانيين اليوم يسألون انه بظل هذا الوضع بسوريا، يعني نعم، الجيش السوري، الجيش الروسي، حزب الله، كل الناس يعني نعم اللي عم تشارك بالحرب بسوريا، هلا انه عصية عليها هذه المنطقة الصغيرة، يعني ليش الطيران الروسي ما بيجي مثلا؟ عم بحكيك ببساطة السؤال اللي بيطرحوه الناس، ليش ما بيتاخذ قرار انه هاي المنطقة الصغيرة بدنا نخلص من الجانب السوري من هذه المناطق؟ اعتقد انها تم التعامل مع الارهاب فيها، وتقريبا اصبح الارهاب منتهيا في هذه المناطق. بقي الجانب اللبناني، وتابع الدولة اللبنانية يعني اصرار من بعض الافرقاء الداخليين يرفضون حتى الحوار مع السوريين. يعني انا ما بفهم، مثلا تصور انت الوزير ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب، هذه مناصب رسميه. نعم. مواقفها تتحمل على الدوله اللبنانيه. يعني مثلا بيطلع وزير بيطلع عباله لكي يؤمن شعبيه له فيطلق هجوما باتجاه سوريا او ايران او حزب الله، والعكس صحيح. لذلك هذه الامور مثلا ممكن لاحمد الحريري يعني يهاجم ما يريد، فهو رئيس حزب. اما يعني ان تاتي قيادات
موجودة في الدولة من وزراء ورؤساء حكومة وتطلق يعني هذه العيارات، أنا أعتقد أنه أمر يخلخل الاتفاق الداخلي اللبناني. لك مثلا الرئيس بري، أنا لا أعتقد أنه يهاجم السعودية، أو رئيس عون، يعني بتحس أنه في مستوى من التعاطي مع الأحداث بعقلية نائي لبنان عن أحداث المنطقة. نعم المخيمات ملأة وهناك مناطق أيضا ملأة، المخيمات الفلسطينية نحن نستضيف الفلسطينيين، أمس كادوا أن يقطعوا طريق الجنوب، والقتل في شتيلة وصبرا علني، يعني أنا أقول كيف يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بهذا الوضع قبل اللبنانيين؟ هناك مدنيون، اتجاهات مدنية فلسطينية، كيف تقبل لبلد يعني استضافه منذ 1948 يعني توصلوا إلى امتلاك سلطات في الداخل اللبناني، سلطات يعني يمارسون هذه السلطات من بيروت إلى جنوب لبنان في الماضي، كيف يقبلون بأدوات القتل تنتشر على الطرقات العامة أول أمس في مدينة بيروت؟ يعني ألا يحق للجيش اللبناني أن يداوم هذه المخيمات؟ خصوصا وأنا هناك نقطة أنا أقولها لكل الفلسطينيين، عندما يعني تسقط مسألة تحرير فلسطين، لماذا نحمل السلاح؟ يعني أنا أسأل حتى المخيمات الداخلية، هل هناك منظمات لا تزال تؤمن بتحرير فلسطين؟ ما في، هلا صار في السلطة الفلسطينية فتح كل المنظمات، يعني هناك تشكيلان فقط لا يزالان يعملان في غزة، أما ما تبقى فقد أسقطوا فرضية التحرير، ما يجعلنا نتساءل لماذا يحملون السلاح؟ نعم هذا السلاح يجب أن ينضبط. بس دكتور ضمن موضوعنا، يعني هل تتوقع بالمرحلة اللي جاية مزيد من التصعيد بالموضوع النزحين؟ أنا أعتقد أن الإرهاب بعدما خسر أوراقه في العراق وابتدأ يخسر في سوريا، والدليل أن التصعيد الأمريكي سببه هذه الخسائر لهذه المنظمات، وليس لنا أمريكا بديل تضعه مكان هذه المنظمات الإرهابية. لذلك نعم الساحة اللبنانية مهددة. أنا أخشى أن أقول لك ليس أن الغطاء الدولي رفع، بس أنه فيه على الأرض إمكانات لتفجيرات قد تحدث في غير مكان. كل المدن اللبنانية مهددة بكل طوائفها، سنة شيعة مسيحيين كلها مهددة، لأن الإرهاب عندما يضرب لا يفرق يعني بين أحد، المهم بالنسبة إلي إثارة خلل أمني واضطرابات أمنية. هذا هون دور الدولة العاقلة، الدولة العاقلة هي الدولة الموجودة حاليا، يعني الدولة الموجودة بأجهزتها الأمنية، أعتقد أن أجهزها قادرة، وهناك دور لحزب الله يعني يؤديه داخل سوريا وعلى الحدود، أما في الداخل اللبناني فالدور مربوط بالجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، وهذه يجب أن تحظى يعني قرار سياسي واضح من كل الأفرقاء أن الإرهاب يجب أن يضرب حتى لو كان داخل خصوم سياسيين. لأن هذا يؤثر على لبنان ويؤثر على الجميع، لأن نحن بهذيك اليوم شفناها الوفود وهي صاعدة إلى عرسان نواب ووزراء، حتى أمس لا يزال الكلام يعني دائما أنه بدل ما أتهم الإرهاب بقوم فتش على فريق لبناني بيتهمه، يعني هناك إرهاب عالمي يضرب في فرنسا في إنجلترا في أمريكا، هل يجب أن يحيد لبنان؟ لا، عندما يتضايق سيضرب في لبنان وقد بدأ. دكتور، الجيش اللبناني والقوى الامنيه اللبنانيه يلي الكل عم بيعولوا على دورهم بمحاربه الارهاب، هون رح انقلك على شيء ثاني بالموضوع. يعني كيف الجيش اللبناني والقوى الامنيه اللي بدها تضرب الارهاب متوقع منها الكثير في هذا الاطار، يعني مش قادره تضبط السلاح المتفلت المبتهج بنتائج امتحانات البروفيه؟ يعني انه معقول بسنه 2017 يتوفى مواطن عمره 85 سنه لانه في واحد انبسط انه ابنه نجح بالبروفيه؟ هذا أمر مؤسف، إلا أنه يشكل على كل حال نحن بعد شوي رح يكون معنا اتصال لمتابعة هذا الموضوع. بس هذا أمر له علاقة بالثقافة السائدة وضعف القانون. أنا مثلا أنا يكفي وأنا أقول على شاشة التلفزيون، نعم، يكفي أن نعاقب 10 مطلقي النار بشكل عشوائي حتى يتأدب الآخرون، بس المطلوب تطبيق القانون بالقليل. أعتقد كم واحد امبارح هناك حالة إجماع اطلاق نار بعشو، يا أخي هالبروفيه مهمة، بس الأهم هو الوطن، الأهم هو الأمر الداخلي. كل العالم اخذ الشهادات، ما بدنا امبارح كان في شيء من الجنون، نعم امبارح شيء من الجنون والتفلت الامني. انا كنت امر جنب شرطي، واحد عم يطلق النار حد منه لم يلتفت اليه، لانه الشرطي مع انه في تدابير وفي حمله توعيه كانت شرطي لوحده على اشاره، شرطي عم ينظم السير يعني يخشى بالمنطقه، اجى مسلح واطلق النار منها. هلا كان علي انا اكمل معك بهذا الموضوع، بس في معنا اتصال في من السيد في كلمه صغيره، نعم، بس انه انا بقول انه على الدوله ان تستعمل ادوات رصد جماهيريه مقابل مكافآت لكي يعني يدلوا على من أطلق النار وعلى من أطلق النار. مازينو هذا المشنوق امبارح طلب من كل المواطنين أن يصوروا ويبعثوا. مش يصوروا ويبعثوا. وطلعوا لائحة على كل حال بالليل. طلعوا لائحة بالأسامي بالليل. رح نكمل معك بالموضوع، بس خلينا نشوف مع الأستاذ حسين ياغي من جمعية سيف سايد يلي صار معنا مباشرة. أستاذ حسين يعطيك العافية. الله يعافيك.
صباح الخير استاذ. يعني حضرتكم بالجمعية يلي متمركزة بالبقاع الشمالي تحديدا بمنطقة بعلبك، عندكم رصد ومتابعة وحملات توعية من فترة طويلة لموضوع الرصاص العشوائي بتوعوا الناس إلى آخره، يلي صار امبارح بعد نتائج البروفي، هل هو دليل قاطع لأنكم فشلتوا؟ مش وحدكم يعني، أكيد أنتم وكل الأحزاب اللي عملت حملات إضافة إلى وزارة الداخلية. أول شيء صباح الخير لك وللضيوف. أهلا أهلا وسهلا. هذه الظاهرة قديمة كثير عندنا بلبنان، لها أكثر من 30 40 سنة. نعم. وخصوصا عندنا نحن بالبقاع الشمالي. نعم. فتيجي تشيلها بيوم بيومين كثير صعبة. هاي القصة مترسخة بعقول الناس. عم نحكي كجيل قديم. نعم. الجيل الجديد نحن اللي عم نشتغل عليه، نحن الجيل القديم فقدنا منه الأمل الصراحة. نحن عم نعمل حملات هلا بالمدارس وبالجامعات. وأغلبية الطلاب اللي عم نروح نعمل لهم حملات توعية كثير عم بيتفاعلوا معنا وعم بيصيروا هن معنا بس استاذ حسين لو بدي اقطعك بس انه من الملاحظ من الصور اللي بنشوفها دائما على مواقع التواصل لحالات مثل هيدي انه قسم كبير من يلي عم بيقوصوا هن من الشباب مش من الكبار بالعمر من الشباب اللي مش معلم مش مثقف هذا كيف بدك توعي وتفهمه انا هذه الفكره بدي اوصلك لها بس الجيل الجديد اللي عم يطلع لا كثير عم بيكون عم بيتفاعل وعم بيطرح وعم بيشوف بعينه نحن عم ناخذ معنا شهادات حدا توفى ابنه حدا تصاوب ابنه حدا انشل ابنه من وراء رصاص طايش عم بيشوفوا قديش عم يوجعوا الاهل عم بيوقفوا هيدا الشيء الشغله بدها نفس طويل مش انه بيوم وبيومين وبتخلص اللي صار امبارح معيب بشكل يعني قد ما اقول لك انا رحت شفت الضحيه الله يرحمه هيدا الحج المقتول نعم الشيء بيحرق القلب يعني ظلم قاعد تحت شجره وعلى كرسي متحرك كمان عم يتغير بتنتشر صاصه فيه منظر بيحرق القلب ما بعرف هالعالم كيف لها ضمير يعني تطلع هالاول شاف الصور ما بعرف كيف كفى حياته كيف ما بعرف هالعالم كيف بتفكر بس نحن مش رح نيأس استاذ يعني نحن حنضلنا مكفيين باذن الله الدوله اللبنانيه وزاره الداخليه بالتحديد حسيت على هاي السنه شدت على هذا الموضوع بس بنقابل في تقصير كثير كبير. طيب سؤال بالنسبة للليحة اللي تم تداولها ليلا واللي يعني نشرتها قوى الأمن الداخلي إنه تقريبا 79 أو 80 اسم إنه هودي تم التبليغ عنهم كمشاركين بإطلاق رصاص الابتهاج، يعني نشر هذه اللائحة برأيك بضر أو بفيد؟ في ناس قالت إنه نشروا اللائحة كرمال يهربوا الأشخاص. لا مش ما بيهربوا، حاطين هن نشر اللائحة أنا بالنسبة لإلي مفيد ليعرفوا إنه في قصاص. أول شغلة. نعم. وامبارح كمان بالبقاع الشمالي مشكوره لقوى الامن انا بحكي ضميري كان في 50 عنصر من التحريه بالحارات بالبيوت ببعلبك كانوا منتشرين امبارحه نعم منيح منيح حتى يعرفوا انه في قصاص انه في هالمره دوله عم تبرم على بده يطلق نار وفي قصاص كثير كبير نعم انا برايي كثير منيحه حتى يعرفوا كل العالم انه في هلا في هالمره قصاص وان شاء الله بدهم كلهم يتعاقب نعم هلا امبارحه يعني انقضت نتائج البروفي اذا بدنا نقول على شهيد واحد على ضحيه وحده هو الرجل المسن في منطقه بعلبك الله يرحمه طبعا قريبا جاي امتحانات يعني اعلى مستوى شو بدنا نتوقع مدافع لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله يكون تعلم وان شاء الله يروح دم الشهيد الحاج هيدا ما يروح هيك يشوفوا بعينهم وجع الناس وما يطلقوا النار انا بتمنى على كل واحد بس احنا الحق علينا اول شيء استاذ انا ما بدي احمل الدوله كل شيء مسؤوليه نحن عم بحكي كبقاع الشمالي نحن شعب كريم ومضياف ومحب طبعا بس نحن شعب تنقصه الثقافه هاي حقيقه عرفت كيف؟ نحن ما بدنا نعمم طبعا يعني في فئات بس مش كل الناس مثل بعضها اكيد مش عم بحكي عن كل الناس اكيد مش عم بحكي عن كل الناس عم بحكي عن هودي الشباب اللي بتطوس فمشان هيك بتمنى انا انه يشوفوا بعينهم وجع الناس يشوفوا تضل نركز حتى وسائل الاعلام خاصه حضرتكم تضلكم تحطوا ريبورتاجات وتضلكم تحطوا شغلات عم بتصير وشهادات حيه عم مع ناس فقدت ناس لها وقوى الامن توم بوجبها باذن الله بنوصل لنتيجه نعم شكرا لك استاذ حسين ياغي من جمعيه سيف سايد على هذه المداخله
دكتور إبراهيم، كنت عم تقلنا انه او كنت عم تعلق انه القصه مش بس 30 و40 سنه عمرها، هي اعمق بكثير، يعني بدها المده مقابله لتحت تنحل. طبعا هذه عاده تاريخيه قديمه، يعني مئات السنين من ايام ابراهيم باشا، من القرن التاسع عشر والثامن عشر، اطلاق النار بوريد الابراهيميه بكل القرى اللبنانيه. ما كان في بروفي وقتها، ما كان في بروفي، كان يقوم بالاعراس والافراح والمال. الموضوع ان هناك تلاعب بالقانون في لبنان. عندما يكون القانون يسري على كل اللبنانيين بالتساوي ونرفع وساطات السياسيين، عند ذلك تأكد مع إطلاق حملة توعية مسبقة وإعداد غرامات جاهزة، يعني كل من يطلق النار بيدفع 5 ملايين ليرة زي الحبس الشهر. تأكد مجرد تطبيق القانون لمرة واحدة عدة أشخاص ينكفئ هذا الوضع تدريجيا. سبب هذه الفلتان هو أن هناك يعني تغطيات سياسية من السياسيين. عندما يطلق سراح المطربة من مطار بيروت وبعض ما أثبت أنها مدمنة بحجة أن المدمنين لا يعتقلون، أنا بعرف مئات الأشخاص مدمنون ودخلوا السجون. يا أخي القانون في لبنان لا يطبق. أنا أناشد عماد عون، أقول له إنها فرصة تاريخية. يعني قصة الفنانة أصالة نصري صار في لها شرح قانوني، شرح قانوني ومدعي عام التمييز هو اللي بعرف حتى مدعي شخصية. أنا أقول لك إن القضاء مخترق مسيس في لبنان، إن كل شيء مسيس. نحن نحتاج إلى مرحلة طويلة حتى نعيد القانون، يعني يكون الحكم والمرجع للقضاء بين الناس. كيف يمكن أنا أن يعني أن أعاقب شخصا وهو محمي من الزعيم الفلاني والمقاد؟ كل اللبنانيين يتمتعون بهذه المرجعيات يعني اليوم. لذلك هذا أمر مؤسف. القانون هو الذي يضبط، زائد التوعية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، عبر التلفزيونات، توعية في المدارس، كل ذلك يؤدي. إنما العقاب، القانون له قدرة على العقاب. عندما تعاقب يخاف الذي يشعر المسدس لكي يطلق النار فيردي شخصا بريئا إلى جانبه ويقتله. نحن اليوم هذا أضعف الإيمان، يعني أضعف الإيمان أن تتمكن الدولة من محاسبة واحد مجرم عم يطلق النار لأنه ابنه رجع بالسيرتيفيكات أو بالبروفيه أو بأي شهادة اللي كان، حتى لو أخذ دكتوراه. حرام، يعني عيب. ما أنا لا أفهم لماذا هذه العادة، يعني بالزمن حتى موجودة مثلا في أرياف بصر موجودة. بس يمكن دكتور على سبيل النكتة، يعني ممكن أسهل الحل إلغاء الامتحانات الرسمية كلها، بس في واحد عوان إلغاء المجرمين، يعني بدل من إلغاء الامتحانات أهون. أهون هي معك حق. نعم. ظل الواسطات موجودة في لبنان وعدم تطبيق القانون، نعم إلغاء الشهادات أفضل. إنما أنا أقول لك لا يوجد دولة في العالم بيجي بيحطوا صور قادة الأجهزة الأمنية بالطرقات اللي بيتشكلوها هيدي، أين يوجد بلد في العالم مثلا مدير عام الأمن المدير عام مش شو؟ أنا لم أعد أفهم الوزير الفلاني حط صورته أبو كذا. يعني هذه المهورات وهذه الحركات يعني تقتل يعني روح ديمقراطية في لبنان. تصورونا وكأننا مزارع، هلا عندنا مزرعة بالأمن الداخلي، مزرعة مزارع، كل بتحسها كل المواقع هي مزارع مدراء عامين بعينون السياسيين بيغطون فيتحكمون بهم. هناك تحكم بالقضاء، بالأمن الداخلي، بالجامعات. هذا أنا أراهن على هذا العهد أن يتمكن من إحداث خرق نسبي ولو بإعادة القانون لكي يتعامل اللبنانيون بموجبه بسواسية. عندما يشعر اللبناني أنه مثل اللبناني الآخر ساعتها بيطبق القانون. الأمر ليس كذلك على هذا النحو. ما جرى أمس فضيحة كبرى تتسجل وكأننا في القرن التاسع عشر، وكأننا مثل الرود الحمر، حتى مثل البدو، مثل أرياف مصر، كلها بتحس هذه الظاهرة غريبة، كأنه الإنسان عندما يطلق النار ينتشي، يعني يصاب بهذه النشوة البدائية التي لا تسمن ولا تغني عن جوع، فقط ترعب الآخر وتقتل بعض الأبرياء. لذلك العودة، أنا أطالب وزير الداخلية بدلا من هذه الخطابات أن يعني يقوم بتطبيق القانون، يعني بيكلف هالعسس اللي عنده ولا أجهزة التجسس، إنه كل ما بيصير في شيء مناسبة بيحطوا بمفارق الطرقات بعض المدنيين الذين يعملون في الأجهزة الأمنية، وأنا أؤكد لك فيعتقلون مئات الأشخاص مرة واحدة. على كل حال دكتور، هن بلشوا، يعني خلينا نحكي اللي قلنا واللي علينا، يعني بلشوا أقله بموضوع الجرائم اللي عم بتصير، جراء السلاح المتفلت، عم يتم إلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص، وامبارح صار في تعميم لهذه اللائحة عشية. ما بيقرب يعني هلا، حتى هيدي لها يمكن قوة معنوية. هلا مثلا بيجي واحد من جنوب لبنان بيقول لك هاي اللائحة عملها المشنوق، أصاب فيها ناس من مناطق معينة وعفى عن الناس ينتمون إليه سياسيا. المطلوب عودة القانون إلى كل مناطق لبنان.
اعتقال المجرمين، منع حتى يعني مثلا كم مره سمعنا انه هيدي حوادث السائر في البقاع ما تخف لانه رفعوا الاحزاب رفعوا الغطاء، فاسمها يعني ماشي على قدم وسط. المطلوب تطبيق القانون ولو مره واحده في كل مناطق لبنان، المطلوب من الزعامات. معك الحل، اللبنانيين اكثر شيء انبسطوا باحد المسلسلات اللي ثلاث ارباعهم عن السائر يعني. صحيح معك حق، بالرغم من مش اللبنانيين، هذا جو فلتان القانون بيؤدي انه كل فرد بيروح بحاله. والزعامات السياسية تغطي، أنا أقول لهذه الزعامات السياسية والله عيب، يعني كفانا أنه هذه التغطيات اللي عم يأمنوها للخارجين على القانون تعكر صفو لبنان وتهدد السلم الأهلي في لبنان. مش كل مرة يعني بتحس إشكالات اشتباكات كأنها بالجاهلية القديمة. هذا ليس بلدا، نحن اليوم نعول على هذا الحالي أن يحول هذه الأوضاع إلى أوضاع سليمة. نحن كنا اتفقنا دكتور نخصص الجزء الأكبر من هذه الحلقة للشأن الإقليمي انطلاقا من العراق، بس الأحداث فرضت نفسها علينا. هلأ رح ننتقل نحن وياك للشأن الإقليمي إلى الموضوع العراقي. أمس الحدث الأبرز إعلان سقوط جامع النوري اللي شكل الخلافة. شهد إعلان الخلافة سقط من يد داعش، وأيضا أعلن التلفزيون العراقي أنه تنظيم داعش في الموصل القديمة انهار ولو أنه السيطرة لم تبسط بشكل نهائي بعد. يعني هذا الحدث ماذا يعني على صعيد المواجهة مع داعش بالمرحلة المقبلة القريبة؟ أهمية هذا الحدث أنه تاريخي استراتيجي يعادل تحرير حلب. يعني لاحظ قديش كان مهم تحرير حلب بالشمال السوري، اليوم تحرير الموصل يندرج في هذا الإطار إلى جانب يعني تراجع المعارك في اليمن لمصلحة الشعب اليمني. يعني في ثلاث ظوار، موضوع الموصل، القضاء على داعش في عاصمتها الموصل، إنما هو إعلان تاريخي أن عصر داعش قد بدأ يرحل وأن هناك تفتيش عن أدوات جديدة لوضعها مكان داعش. اليوم الذين كانوا يغضون الطرف عن داعش يعني يعملون على إعداد مجالس لكي يجعلوها تحكم في هذه المناطق من الموصل إلى الرقة والطبقة ودير الزور لكي يضعوا يعني بديلا منها. أما داعش يعني تنظيم تكفيري أساسي كان يسيطر على مئات ألاف الكيلومترات، تقريبا تستطيع أن تقول أنه انتهى. 60% من الأراضي التي كانت مع داعش في سوريا والعراق قد تراجعت، 80% من موارده النفطية والمالية يعني قد تراجعت. يعني هذا الأمر يعني الإرهاب بهذا الشكل قد انتهى، أما أن الأزمة السورية العراقية لم تنتهي بعد. الأزمة السورية العراقية مستمرة، لأن تعرف أنت هذا الحرب طبقات، فيها طبقة داخلية، فيها طبقة عربية، فيها طبقة إقليمية، وفيها طبقة دولية. نعم. الطبقات الأخرى لا تزال تفتش عن 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 عناصر داخلية لاستمرار الصراع، لأن لا أحد يقنع أحد حتى اليوم أنه هزمه. كل الأطراف لا تزال تعتقد أن بإمكانها إعادة تكوين يعني جبهات صالحة لاستمرار الحرب، خصوصا في جبهة السورية. بالتحديد خلينا نضل شوي بالعراق. نعم. اليوم يعني قصة الموصل وكل ضخمة. موضوع العراق من ضخمة. الذي ينتصر ومن الذي يهزم إذا حطينا داعش على جنب بالأفريقاء وأعضاء الطبقات الأخرى؟ نعم. اللي مثل مين عم يربح مين عم يخسر؟ إيران أمريكا مين؟ هلأ عملية تحرير الموصل رغم كل ما شابه من تلكؤ يعني سببه الضغوط الأمريكية التركية، يعني تحديدا كانوا يعني مثلا يضعون شروط ما بتدخل على الشارع إذا في حشد شعبي، لازم يفوتوا يعني عناصر من القوات الأمنية إلى أخذوا يعرقلون إلى أن تحررت. نعم، هلا الدولة العراقية تستطيع أن تعتقد أنها انتصرت، والدولة العراقية هي دولة يعني تخضع حاليا للنفوذين إيراني وأمريكي. يعني أمريكا عندها 10 قواعد في العراق، 5000 جندي، تعرف شو 5000 جندي؟ يعني 5000 جندي مرتبطون بأقمار اصطناعية، بأدوات إلكترونية، يعني في قوة هائلة، وعشر قواعد من حدود الموصل إلى الحدود السورية العراقية في 10 قواعد أمريكية. يعني هلا في الدولة العراقية تستطيع أن تقول أنها تقدمت وهي مدعومة من طرفين، الإيراني والأمريكي إلى حد ما، إلا أن الأمريكي يعرقل لأنه يريد أدوات تحكم هذه المناطق مؤيدة له. هل هناك اليوم استحضار لأثير النجيفي المحسوب على تركيا، يريدون تعيينه رئيس مجلس إدارة الموصل. يعني شو ممكن عملنا إذا تم هذا الأمر؟ مثلا نكون أسسنا لنمو تنظيمات إرهابية جديدة
في الموصل. لذلك الموضوع اليوم ماذا بعد الموصل؟ إذا في حال تمكنت الدولة العراقية من إلحاق الموصل إداريا وسياسيا بالدولة العراقية، نقول نعم أن الدولة العراقية قد انتصرت. أما أن تتمكن أمريكا وتركيا من تعيين مجلس يعني موالي لهما، أنا أقول لك أن الانتصار يعني يكون نسبي وليس كبيرا، إلا أنني أرجح أن الدولة العراقية لن تقبل بعودة سياسيين محسوبين على دول تحتل يعني قسم من العراق. يعني مثلا تركيا تحتل في منطقة بعشيقة قسم من الأراضي العراقية. الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد لديها مبرر للبقاء في العراق، وهي تصر على البقاء لاعتبارات خاصة بمشروعها السياسي الكبير في المنطقة. لذلك الوضع لا يزال غامضا. في سوريا حقق جيش سوريا نجاحات، يتصور بعدة أسابيع حرر 25,000 كيلومتر. يعني هذا يدل على مدى هشاشة أوضاع التنظيمات التكفيرية لولا الدعم الدولي والعربي الذي كان. ومن آخر مظاهر هذا الدعم أنه الأمريكان التلويح بشن هجمة إضافية تحت شعار أنه تحت شعار كشف موضوع لحظة يعني نعم نية شن هجوم كيميائي، تحتاج إلى طبيب يعني نفساني يراقب الدولة السورية ويقول أنها تنوي. يعني هذا لاحظ أنت الدول الكبرى تفبرك تبريرات ويعمل عليها الإعلام لمدة أسبوع وأسبوعين. يعني الإعلام يعمل إذا كانت الدولة السورية كانت ستطلق قيماوي أو لا. علماً بس معقول دولة كبرى مثل الولايات المتحدة تطلق هيك؟ يعني قالوا أنه كشفنا مخطط لشن هجوم كيميائي، وكشفنا لهذا المخطط هو الذي أدى إلى وقفه. طبعاً هذا يعني موقف رسمي صدر. بس الروس كمان هم دولة عظمى ولديهم نفس يعني مواقع التجسس والمراقبة، يقولون لا هذه فبركات أمريكية. ودليل على ذلك أن خان شيخون إلقاء الكيماوي عليها طلبت روسيا تحقيق لم تقبل به أمريكا حتى اليوم. وهناك سايمور هيرش فضحها في أهم صحف أمريكا، فضح الدولة الأمريكية وإعلام أمريكي كبير، قال لهم أن خان شيخون مفبركة، أن جيش سوري أطلق طائرة سورية أطلقت قذائف غير كيماوية، وأن الطبقات السفلى من هذا المبنى كان فيه أسلحة كيماوية للإرهابية. هذه معلومات سايمون هيرش المؤيد للدولة الأمريكية وليس مؤيدا لأي طرف في المنطقة. وبناء عليه اخترعوا الحكاية الأخرى أن هناك نوايا. يعني لاحظ أنت أي دولة تحاسب على نوايا دولة أخرى. بالمقابل يعني إذا بتلاحظ الأتراك لديهم خطة دائمة، يقول لك إذا أطلق الأكراد علينا النار سنرد وندخل، ثم يرسلون يكلفون تنظيمات موالية لهم بإطلاق النار على الأراضي العراقية لكي يبرروا دخولهم. هكذا تفعل الدول الكبرى دائما، تتلاعب بالدول الصغرى، تحضر لها مستقبلها، تكتب لها متى تعيش ومتى تموت. يعني هذه السياسات الكبرى الأمريكية الروسية، كل الدول الكبرى تعمل على هذا المنوال. الأتراك اليوم يطبقون نفس الموضوع. هلا ما سيقول لك في العراق إذا أطلق النار علي فإنني سأوسع إطار سيطرتي على مناطق عراقية. تعرف شو في عندهم بالعراق؟ عندهم حوالي 400-500 ألف من التركمان العراقيين هم موالون لهم. بكلف شخص واحد يطلق النار على القوات التركية فتؤمن تركيا الأسس الهادئة للانتشار. هكذا تفعل الدول الكبرى، هكذا فعلت معنا. يعني النزوح السوري الذي جعله يعني إرهابا في لبنان هو التأييد الأمريكي له. أنا أقولها بكل صراحة، التأييد الأمريكي لهذا النزوح ومنع الدولة اللبنانية من التعامل معه، بالإضافة إلى القوة الداخلية التي كانت تسيطر على الدولة في الماضي كانت يعني ممالئة لهذه القوى وتعمل في خدمتها. اليوم أصبح هناك توازن. على بالعودة إلى الموضوع العراقي، نعم. العراق ذاهب إلى تحرير المزيد من المناطق في الحليجة ومحافظة الأنبار. عندما يصل الجيش العراقي إلى حدود السعودية مع الأنبار، تأكد أن الكثير من وزارات القوى في المنطقة ستتغير. يعني حتى أزمات لن تصبح ضاغطة كما هي عليه اليوم، لأن الاهتمام السعودي سيصبح يعني متركز على حركة الجيش العراقي في محافظة الأنبار المحاذية له. بالانتقال إلى أزمة الخليج بما تبقى من وقت، اليوم يعني التطور الأخير بهذا الموضوع هو اللقاء المرتقب بين وزير الدفاع القطري ووزير الدفاع التركي بأنقرة، وكنا شهدنا يمكن من يومين لقاء بين وزير خارجية قطر ونظيره الأمريكي بواشنطن. يعني كل هذه الاتصالات واللقاءات أين تصب؟ آخر شيء أنه قطر هي المسؤولة الوحيدة عن الإرهاب بين كل دول الخليج؟ لا، دائما يعني أول شيء منطقة الخليج هي جزء من الجيوبوليتيك الأمريكي. أنا لا أصدق إلا هذا الكلام. الجيوبوليتيك الأمريكي هي المناطق التي سيطرت عليها أمريكا منذ 1945
فيها مصالح اقتصادية، مصالح استهلاكية، مصالح استراتيجية. لذلك أي شيء يندلع في الخليج إنما يندلع بإشراف أمريكي. أمس مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة هايلي قالت قالت نحن لسنا مستائين من نشوب أزمة بين السعودية وقطر، فهذه الطريقة تجعلنا نمسك بالبلدين معا. يعني لاحظ أنت، يعني مثلا قطر ذهبت بعيدا، يعني توغلت من ضمن العباءة الأمريكية، إنما توغلت ناحية الأتراك لأنها تريد التوازن مع التشبيه السعودي في الخليج. تركيا أيضا لديها، هي في حلف الناتو بس عندها مشاريع خاصة. كل هذه الأمور الأمريكي اليوم يعيد يعني تأسيس مشروعه في المنطقة. هذا يتطلب يعني مثلا دعم مادي يأخذه من السعودية ومن دول الخليج ومن ألمانيا واليابان، يعني حاط الدول بده يشلحها مصاري. على المستوى السياسي يريد تنظيم ما يشبه الناتو الخليجي العربي الإسلامي. هذا لا يمكن أن يتم إلا بعزل الدور التركي، لذلك كانت الدخول إلى تركيا من خلال قطر. يعني مثلا القاعدة التركية الموجودة في قطر هي خارج القبول الأمريكي، والدليل أن أردوغان فهم هذا الأمر فذهب إلى السعودية يعرض على الأتراك قاعدة تركية في السعودية. رفض السعوديين وطلبوا إلغاء القاعدة من قطر، وهذا واحد من الأهداف اللي كانت موجودة. لذلك أنا أعتقد أن هناك قصقصة للدولة التركية، إعادة تركيا دولة في إطار الناتو عادية، استعمال الأكراد هراوة أقليمية. اليوم سواء قبل الأتراك أو لا، أمريكا مصممة على استعمال الأتراك هراوة أقليمية في إيران وسوريا والعراق. يعني مثلا دولة كردستان في العراق، يعني في حوالي 5 مليون كردي في إيران، ممكن استعمالهم بعملية تحريضهم بالإطار الانفصالي الاستقلالي. في كمان يعني حوالي 2 مليون فاصل 3 كردي في سوريا، تقريبا مناطق شرق سوريا أصبحت كاملة وشبه كانتون خاص بهذه المنطقة. يتبقى نحو 18 مليون كردي في تركيا، هؤلاء لديهم مناطقهم التاريخية. أنا أؤكد للجميع أن تركيا أن أمريكا ماضية نحو تأسيس كيانات كردية، لأنها تعتبر أن هذه الكيانات التركية هي البديل عن تدخل جيش أمريكي في المنطقة. يعني تستطيع أن تتلاعب بالداخل التركي، بالداخل الإيراني، بالداخل العراقي وبالداخل السوري من دون أن تستعمل جندي أمريكي واحد. لذلك المطلوب اليوم ضبطة الموضوع التركي، بعدين بيصالحوا. أنت بتصدق أن بلدين خليجيين يتبعان الولايات المتحدة يتنازعان من دون إرادة أمريكية؟ لذلك عكست مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة ماذا تريد بشكل واضح. أنا أؤكد لك، لو أرادت أمريكا لأنهت النزاع القطري السعودي في يوم واحد، لا تحتاج إلى أكثر من يوم لإنهاء أي نزاع خليجي، لأنها كلها دول تعتمد لتغطية أنفسها على المظلة الأمريكية. لولا المظلة الأمريكية هذه الدول كانت سقطت بتدافع الداخلي. هي متكلة على أمريكا، وأمريكا اليوم تريد هي من هذا الأمر لإعادة تسوية مشروعها في الشرق الأوسط. هذا المشروع الذي كان بدأ يتعرض لمتاعب في سوريا، متاعب كبيرة على يعني بواسطة تدحرج الدور الروسي الذي يصعد. هي تريد يعني أمريكا من خلال الصراع القطري السعودي إعادة يعني تشكيل المنطقة على نحو يعني يؤدي إلى إزالة إيران من العالم الإسلامي، لأن إيران أكبر خطر على النفوذ الأمريكي أكثر من روسيا، ثم مجابهة الدور الروسي تحضيرا للمجابهة الأكبر يعني مع الصين في العقود المقبلة. أمس أصدرت أمريكا عقوبات بحق رجال أعمال الصينيين بحجة أنهم يتعاملون مع كوريا الشمالية. هذا أول غيث، يعني الأمور ماشية. لذلك عندك إيران، بس فقط يوضح مسألة. إيران استطاعت بعد الهجوم العراقي عليها في ثمانينات القرن الماضي بناء جيوبوليتيك خاص بها في العالم الإسلامي، نشرت نفوذها من آسيا الوسطى حتى لبنان، وهذا نفوذ شعبي يعني نفوذ قوي. هي مثلا في لبنان شعبيا أقوى من حكوميا. هي مثلا في أفغانستان نفس الموضوع، عندنا الهزارة 3 مليون. بالهند لاحظ أنت، حتى الهند معظم يعني المسلمين في الهند بخصوص الشيعة يعني بقصد فيها هم إيرانيو الهوى. بباكستان، كل بالعراق، بسوريا، يعني هذا الأمر أدى إلى إمساك إيران بأوراق أساسية داخل هذا الجيوبوليتيك الإسلامي. ولأن أمريكا تعتبر هذا الجيوبوليتيك الإسلامي مقدس بالنسبة إليها، تلعب به ك
كيفما تشاء، فانها تعتبر ان الخطر الايراني هو الاكبر عليها. لذلك لاحظ انت السعوديه تتكلم عن الخطر الايراني، كل امريكا على الخطر الايراني، ترامب يعني يهجس بالخطر الايراني كل يوم، بعد من الروسيه، لذلك المنطقه مقبله على صراع امريكي مع الايرانيين والروس. صراع امريكي مع الايرانيين والروس. نعم، نحن بعد معنا دقيقتين رح نرجع إلى الشأن اللبناني لنأخذ منك تعليق سريع على ما تحقق بالمرحلة الأخيرة بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب. هل كان ما تحقق على قدر الطموحات وهل سيطبق؟ أنا لا أعتقد أنه على قدر الطموحات، إن أنه سجل تقدم نسبياً. يعني هذا القانون يستطيع أن يأتي ب10% على الأقل نواب مستقلون يستطيعون أن يؤدوا دور الرقابة على العمل العام في الدولة، ويستعملون الإعلام ووسائل التواصل للضغط في حركة لتخفيف الفساد. أنا أقول لك يعني انتخابات بعد 11 شهر ممكن، خصوصا أنه له زمان يعني الشباب، عرفت كيف؟ أعتقد أنا أن 11 شهر كافية لكي يعني يستطيع رئيس الوزراء سعد الحريري أن يعيد يعني أهمية المستقبل وأهمية دوره في معظم المناطق السنية في البلاد، و11 شهر هي كافية أيضا للوزير جبران باسيل لكي يؤسس للانتخابات الرئاسية المقبلة. اوف هالقد؟ كيف ربطتها هيدي؟ ما مش ربطتها، انا اعتقد ان كل ما يجري اليوم هو تأسيس ب 11 شهر يعني بده يتقرر مصير الانتخابات الرئاسيه بعد 6 سنين. التحالفات نتائج الانتخابات هي اللي بتقرر هويه الرئيس المقبل، لذلك هناك صراع يعني خصوصا بين الموارد، لانه رئيس الجمهوريه لهم يعني القوى المارونيه. بس مش المجلس المقبل دكتور اللي رح ينتخب الرئيس. هلا المجلس المقبل يحدد التحالفات. نعم. التحالفات هامه جدا، لانه هي اللي بتعطي سياق للشكل المقبل. أنا إذا بدك الحقيقة أتمنى التجديد للمعاد عون إذا أطال الله بعمري. نعم. بس أنا بقول لك إنه نعم القوات والتيار الوطني الحر يتنافسان منذ الآن على الرئاسة المقبلة. والوزير باسيل هو من وحتى الوزير الفرنسي يعني كل الوزير الفرنسي. نحن بالسياق الحلقة كان في لقاء بين الوزير غسان حصباني القواتي ونائب سامين فرنجي. عرفت يا معك بدي التقى مع معوض بعض منهم، بس هذا يعني كله بإطار أو التقى قبل يمكن تحقيق يعني نوع من هيك التهدئة تمهيدا لإقرار تحالفات. هل عندك 4-5 قوى أساسية؟ التيار الوطني، القوات، الثنائي الشيعي، المستقبل، بعدين الاشتراك يتسلل على طريق الوزير جبار لكي يلعب دور الموازن بين القوى فاقبض ثمنها اما التزامات في الدوله او نواب ووزراء. هلا انا اشوف كيف، بس انا متاكد ان جزء كبير مما يجري اليوم هو تطلع لشكل الدوله. يعني هلا مثلا التيار الوطني الحر يمسك بالدوله، بس انا اؤمن ايضا ان هذا العهد صار كيف يمسك بالدوله وحده؟ يمسك بالدوله يعني يمسك بالدوله موجود بالدوله طبعا بس مش وحده، يعني في كثير امور اول رئيس جمهوريه ما عم يقدر يمشيها بالطريقه اللي بده اياها. بس في فارق، مثلا خذ الرئيس السابق يعني اتى بتسويه اقليميه دوليه، الرئيس الحالي اتى بتسويه انما لديه جمهور داخلي. يعني اول ماروني بيجي عنده ناس على الارض، يعني عنده جمهور هلا مزبوط جمهور مسيحي بس له بمختلف مناطق لبنان. المره الاولى لو يستطيع اذا ما عنده مثلا صلاحيات يستطيع بهذا المد الشعبي ان يوازن مع القوى التي تمتلك جمهور مسيحي. بس الوزير جبران باسيل عم تحكي عنه عنده طموح يعمل التيار السني الثاني والتيار الشيعي الثالث. كمان عارف هذا بده وقت، انا هلا ما بنعرف لنشوف الانتخابات الجايه. هلا هيدي امنيات، بس انه الحقيقه هلا انه اول رئيس بيجي بعد الطائف لديه يعني جمهور واسع هو العماد عون، اما كل الرؤساء الذين اتوا فاتوا من خلال تسويات ومن خلال مكاتب، يا اما موظف كان الوحيد العماد عون كان قائد جيش بس خرج الى الخارج قاتل ناضل عنده جمهور كبير استطاع ان يصد حمله يعني الغاء الدوله اللبنانيه لمصلحه فئات اقليميه كانت تريد السيطره على الدوله. اخر مشروع كان بعد 1990 تحالف مع حزب الله قضى على هذا الامر بشكل نهائي. نعم، على كل حال الشأن المحلي بنبقى بنخصصه حلقات مطوله. شكرا لك دكتور وفي ابراهيم على حضورك اليوم الى الاو تي في. شكرا مشاهدينا، حوار اليوم انتهى، نلتقي مجددا في حلقه جديده الاسبوع المقبل.